من الأمهات الذين دخلنا عالم الأمومة حديثا النجمة نانسي عجرم، لنرى ماذا أضافت لها ابنتها وماذا تغير عليها بعد أن أصبحت أم. تقرير للصبح عطري والتفاصيل معه. صور نانسي عجرم الفتاة الجميلة تلك المغنية الحسناء وملايين المعجبين. اليوم نانسي أصبحت أم. تعرف أنا ما فكرت أبداً أنه أنا أم، يعني أنا فكرت بأمي. أول شيء أهلا وسهلا فيك ماما نانسي. لا نانسي خليها نانسي، مش أنت بتعيط لي ماما بس هي. كيف أميرة؟ نيحة. نيحة الحمد لله. روحي نانسي عجرم من مواليد 16 مايو 1985، الطفلة الصغيرة التي بدأت مشوارها في السن 12، وفي 18 من عمرها قبلت في نقابة الفنانين كعضوة لتكون استثنائية. الناس ممكن تتساءل كيف كانت طفولة نانسي الصبية الحلوة الصغيرة وعلاقتها مع والدتها. نحن وصغار يمكن كانت الماما أم، هلأ هي صديقة أكثر من أم. يعني هلأ بحس حالي أنه هي صديقتي، بتسافر معي، بترفقني مطرح ما بروح، بستشيرها، بخبرها، بسألها. تزوجت نانسي من طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم منتصف عام 2008 ورزقت منه بطفلة في نفس يوم ميلادها، أطلقت عليها اسم ميلا. رغم ذلك ما تزال تحتفظ نانسي بهذه الروح الطفولية. ماما زمنها جاي. من محبة نانسي للأطفال غنت لهم ألبوما أخذ ضجة كبيرة في العالم العربي بعنوان شخبط شخبيط. شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الألوان ورسم على الحيط. أنا بحب الولد من زمان، بس هلا صرت أطلع فيهم بغير طريقة، يعني صرت أشوف ميلا بكل الولاد. يلي بيسمع كلمة أهله وشو منقله، شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده وشو منقله، شاطر شاطر. شو تغير بناسي بعد الأمومة؟ صرت أعرف يعني قيمة أهلي أكثر كمان. يعني هلأ صرت أعرف وقتها كانوا يقولوا لنا انتبهوا من هاي وانتبهوا من هاي وانتبهوا من هاي، وكنا ما نرد عليهم. بس هلأ أنا كمان يعني الشعور هيك عم برجع حس فيه، عم بتذكره. فهلأ عم يجيني لقلي الشعور مع بنتي، فأكيد مش إلا منه ما تروحي بعدها صغيرة، بس بخاف عليها هيك من كل شيء. كيف رح تحتفلوا بعيد ميلاد ميلا هالسنة؟ هلا يصير عمره سنة. نعم. هيك بعمل لها أشياء صغيرة يعني إنه ما حتفهم كتير، بس هيك أعلمها كيف يطفوا شمع وإنه هابي بيرثداي. حاسة إنه لازم من ابتداء من هلا تبدي تخططي لحياة بنتك؟ بفكر بس بالموضوع، يعني أكيد بتمنى لها كل شيء حلو، وبتمنى لها أهم شيء إنه تعمل اللي هي حابته. يعني طول ما هي حابة شيء أنا أكيد رح أوقف حدها بكل شيء هي بدها. في امبارح كنت عم بسمع للإعلامية راغدة درغام مقولة بتقول إنه لو كان عندي أهم سكوب في العالم وبنتي عم تبكي رح روح أرقد لعند بنتي. أي أكيد. ناس أنتي شو؟ أنا كمان لو عندي أهم حفلة بالكون
طبعا عندي اهم حدث بحياتي، اذا بنتي عم تبكي كمان بدي اركض لعندها. هلا كل الناس مستنيين يسمعوا من نانسي هيك عيدية للأم، شو حتغني لنا؟ ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب. كل عام وانتي بخير كأم، وكل عام وانتو بخير لكل الأمهات من عيدون. شكرا كتير لك. بس ميرسي. باي.